ياني مفيش حاجة مريحاني. العيال ودوشتهم، العيال ما اقولكوش، طول النهار بجري ورا واد واد كده لما خلاص استويت. ياني رجليا وجعاني، معرفش دي هشاشة عظام دي ولا نقص فيتامين د يا اخويا. ياني الحالة المادية، الحالة المادية، ومعادش في قروش ولا في حاجة، والحاجة غليت والكهرباء غليت. طب اعمل ايه والعيال برضو بغلبني، مش عارفة بجد اعمل ايه. ياني ياني، والدراما كوين، والست الشكاية تكلمها في التليفون تقول لها ازيك بس ازيك. لو تعرف اللي حصل لي امبارح، ده انا ربط راسي من الدوخة، وعمك محمود ودانه اتحرقت، وخالتك سهى وقعت من الدور العاشر في مش عارفة في امبابة. في ايه؟ جبتولنا الهم والغم. في ناس على فكرة تخاف تقولك الحمد لله انا كويسة، تفتكر انك هتحسدها. وفي ناس شخصيتها كده ما تعرفش تقول الحمد لله. في ناس كده برضو، هم كده، دي اسمها الست الشكاية البكاية. وعلى فكرة بقى المفاجأة، انا قابلت كمان رجالة فيهم الطبع ده، اللي هو على طول متقدر ويبقى على قلبه فلوس قد كده، وما عندوش اي مصدر، يعني ما عندوش حاجة عشان يشتكي منها. بس هنقول ايه بقى؟ بس مش انا بقى اللي هتكلم عن الموضوع ده، احنا متعودين في الحاجات القوية اللي زي دي لازم برضو تبقى معانا دكتورة قوية، بنت سينا، مروة فاروق. حبيبتي يا نوليا، ضحكتيني ودمك زي السكر حبيبتي. ومقدمة تحفة، وهي فعلا الست بتكون كده. ولو الراجل زي ما انتي قلتي كان كده، بيبقى اصعب من الست 100 مرة. يعني الراجل تبقي مش عارفة تروحي منه فين علشان توقفي الكلام، ما بيقفش يعني، بيفضل وعنده مصانع وعنده اوتيلات وبيشتكي وعنده ذهب وعنده الماس وعنده دم يلطش وعنده كل حاجة. الست الشكاية البكاية دي بتلعب دور اسمه دور الضحية في الحياة، ودايما تلاقيها زي ما انتي قلتي كده، هي بتبقى نجمة الحفلة، نجمة أي قاعدة، نجمة المكان اللي تروح فيه، لأن هي اللي بتاخد الكلام، وده يطبطب وده يقول لها معلش وده يقول لها طيب، ويسمعوها ويتعاطفوا معاها ومعرفش ايه. فهي بتستغل تعاطف كل الناس اللي هي اللي حواليها علشان تبقى هي موجودة، تبقى ظاهرة، هي اللي تتكلم. فهي بتلعب دور، هي فاكرة ان الدور ده هو احسن حاجة في الحياة، او هو اللي بيخلي الناس تحبها، او هو اللي بيخليها موجودة وسط المجتمعات او وسط اصحابها او كده. وهي مش فاهمة انها في الدور اللي هي عايشاه ده، عايشة حالة من الفقر، لان حتى الناس اللي بيتعاطفوا معاها او بيطبطبوا معاها، ما اقصدش الفقر المادي، اقصد الفقر لا، بس هي المعنوي. بتجلب طاقة سلبية برضو، هي بقى ما هي بتسحب الطاقة، هي كأنها مصاصة للطاقة، سواء الراجل او الست اللي احنا بنسميه بالبلدي يا دكتورة ند، دي طول ندابة طول الليل هتندف والنهار في وشك، صح؟ دي أيوة. مجرد ما وتفضل تقول. في ناس زي ما انت قلتي كده، ان هم بيبقوا علشان ما يقولوش الحاجة الحلوة اللي عندهم، يقولوا الحاجة الوحشة بس، صح. دي بتعديها لهم. لكن في ناس عايشة طبعتك. الدور ده، لو مثلا رحتي قاعدة فيها ستات تلاقيها هي نجمة القعدة، وطول الوقت عمالة تتكلم تتكلم تتكلم، وهي اللي اخدة القعدة، وكل الناس مشغولين في مشكلتها، جوزي عمل لي وجوزي سوالي لي ولادي معرفش ايه والشغل حصل له ايه، وكل قعدة هو نفس الموضوع، نفس الكلام، نفس لا بس عايزة اقولك بقى على حاجة كمان افتكرتها، في حموات بيقصدوا يعملوا كده برضو لما بيكونوا طالعين سفرية مع مثلا مرات ابنها، انها عملت فيا وسوت، بتبتدي لما تلاقي فيه اهتمام بالزوجة فتبتدي ابتزاز يا راسي، ده انا حصل لي، ده انا ضغطي عالي، ده انا مش عارف، بنلاقي الحاجات دي بتحصل مع الحموات عشان برضو. تاخد الانتباه ليها بالزبط. وتعمل ابتزاز عاطفي لابنها ويبدأ يهمل مراته بقى. لكن دي بقى دي حالة تانية، حالة يعني هي عايزة ابتزاز عاطفي، عايزة اهتمام، لكن ممكن تكون الست دي مش شكية ولا بكية ولا ضحية ولا حاجة. لكن اللي الست او الراجل اللي بيعيش في دور الضحية ده، عارفة اللي بيكون ايه؟ مفعول به. هو عايش في الحياة كده ريشة في هوا. يعني ده عايز علاج نفسي، عايز طبعا يفوق من الحاله اللي هو فيها دي ويتحمل يعني المسؤوليه. انا هقول لك، هو بيكون هو الناس هي اللي مزعلاه، الناس هي اللي ظلمه، اسقاط على طول، الناس هي الوحشه، هو راجل انا لطيف، عارف كل حاجه وانا فاهم كل حاجه، وانا مسكين، وانا وهم الناس الوحشين، هم الناس اللي عملوا في كل الحاجات بتحصل له. هو ما بيعملش حاجه، ما بيفعلش فعل في حياته، كل الحاجات هو مفعول بيه، هو قاعد يعني. عشان كل الناس تعمل فيه. فلما بقى بيبقى مفعول بيه ده، بيعيش دور الضحيه، اذا كان راجل او اذا يعني كان ست. يعني هم ما بيبقوش فعلا دريانين، هم بيحكوا الكلام ده، هم يعني بيبقوا عقل الانسان
بيخليه دايما في منطقه الراحه، ما بيكونش عايزه يغير، يعني يروح حته تانية، خايف من التغيير. فمثلا لو كانت ست تقول لك ايه، انا جوزي ما بهدلني وبيضربني وانا بيعمل ويسوي فيا، بس هي ممكن تكون هي السبب في حاجه برضو، يعني يكون هي عملت هي حاجه، مش ملاكه والناس كلها بني ادمين عادي. لكن هي طول الوقت تشتكي، تقول لها طب انت قاعده مع ليه مثلا، صح، تقول لك ما انا ما اقدرش استغنى مثلا عن المستوى الاجتماعي اللي انا عايشه فيه. طيب بدام انت ما تقدريش تستغني عن المستوى الاجتماعي اللي انت عايشه فيه ده، يعني العلاقه دي فيها ميزه، يمكن فيها ميزه الامان، يمكن فيها الكريدت كارد اللي معاكي ده ميزه، يبقى انت تغاضي. يعني ليه بقى عامله فوكس على انه وحش وانه بيخونك ولا انه ما اعرفش؟ ما تسيبي بقى، خلي الفوكس، يعني خلي الحاجات دي على جنب واعملي زوم على الحاجه الحلوه، وما تخليش الموضوع ده ان انت مجبره عليه او انه غصب عنك، حوليه بدل ما هو غصب عنك او انت مجبره عليه لاختيار. انا عندي ده حياتي فيها 1 2 3 وحشين، بس فيها 1 2 3 حلوين، وانا اللي هختار، انا اللي هتحمل مسؤوليه ان انا اخترت ان انا افضل في الحياه دي مثلا عشان احافظ على البيت، وعلشان الحياه دي فيها مميزات كمان. مش انا مجبره وهو وحش وهو بيهني وهو ما اعرفش ايه وهو إيه. لا، انا اللي اخترت ان انا اكون كذا، يعني انا اللي مختاره ده. فكره ان انا مجبره او ان انا متداس عليا او ان انا كده، هو ده اللي بيخليها تبقى عايشه في الضحيه. يعني يعني دول برضو محتاجين علاج نفسي، محتاجين مساعدة علشان يعني رفع الوعي ان هي تستحق حاجة احسن من كده. يعني برضو هقولك مثال، واحدة تكون بتشتغل في شغل لحد الساعة 10 بالليل، وعليها مسحولة في الشغل ليل ونهار ليل ونهار، تقول لها طب ما تسيبي الشغل ده مثلا وروحي اشتغلي شغل تاني، تقول لك لا انا لسه بقى هدور هعمل شيفت كارير، وانا لسه هروح شغل تاني وقابل ناس تانيين وما اعرفش اعمل ايه، لا مش هينفع مش هقدر. طب ما هو انت عندك اختيارين، لو انت فضلتي في الشغل ده انت بتخسري صحتك وبيتك واولادك وحياتك ونفسك وجمالك وكل حاجة، وانت قاعدة هنا وطول النهار تشتكي وتقولي ده شغل وده وحش وده وانا بتعذب وانا كده، في حين ان انت لو اخترتي ان انت تروحي الشغل التاني اللي هو تغيري الكارير بتاعك وتتعبي شويه، لان العقل ما بيحب، يعني هو عايز دايما يحافظ عليكي ما تتعبيش من غير مجهود، عايزك تبقي مستريح، خايف من التغيير. فهو التغيير التاني ده ان انت تروحي شغل تاني وتحافظي على بيتك واولادك، يمكن وقته اقل، يمكن كده، انهي اختيار اللي هيخليكي احسن؟ أي اختيار اللي هيخليكي، يعني اللي هيبقى الناتج بتاعه في حياتك افضل، ان انت تفضل متداس عليكي وتفضلي مشتكي وتفضلي كده وتفضلي في مكان الراحه، ولا ان انت تغيري علشان تروحي مكان احسن؟ طبعا اغير، طبعا ان انت تغيري. فلو انت غيرتي هتبقي انت الفاعل في حياتك، مش هيبقى مفعول بيكي ان انت قاعده كل الناس بيدوسوا عليكي وكل الناس كده، انت بقى اللي بتختاري. احنا اتكلمنا عن الستات، احنا ما اتكلمناش عن الرجاله. الراجل زي الست، في راجل برضو يبقى قاعد في يقول لك مثلا ايه، انا مستني عوض ربنا، انا مستني العوض. وحياته زي اللي انت بتقولي طول النهار يشتكي، ده عنده كل حاجه او ما عندوش، ويمكن عنده النموذج ده، انا شفته عنده كل حاجه، واول ما تشوفيه يقول لك ده انا عندي وعندي وعندي واعمل ايه، وراجل اهو مسك ده حله ايه؟ ده هو القصه، وبيشتغل وناجح. القصه كلها وعي، هو بيقول كده ليه؟ خايف من الحسد مثلا؟ لا لا لا، يبقى عنده مشكلات. عنده مشكلات، بس هو عامل فوكس وزوم على المشكله وسايب كل الحاجات الحلوه اللي انت بتقولي عليها دي اللي هي عنده. لو هو بقى بص على الحاجات الحلوه، ده اللي بنقول عليه الرضا. الرضا طبعا، والقناعه. الرضا والقناعه، بس الرضا والقناعه لو انت عملتيها في حياتك وانت متداس عليكي، هتبقي كده انت ثبتتي دور الضحيه عليكي. انت لازم تبقي مسؤوله عن افعالك. ما تقوليش هم عملوا فيا، هم اذوني، هم ما اعرفش ايه. ما هو انا السبب اللي خليتهم يعملوا فيا كده، صح. انا يعني ليه انا ما اجيبش المسؤوليه على نفسي؟ ليه راميه كل الحاجات؟ هم اللي عملوا، هم اللي قالوا، هو اللي خني. احنا لازم يا جماعه نكون اقوياء. انا مش قصير وازعه، انا طويل وهبه. لازم في عندك وثيق من الفوز. تتحمل مسؤوليه افعالك. وقصه ان انا مستني عوض ربنا دي، هو طبعا الدعاء وان انت تستنى العوض من ربنا وكل الحاجات دي حلوه، لكن بس ما تبقاش قاعد سلبي كده. مفيش حاجه هتنزل عليك من السماء. حتى السيده مريم ربنا قال لها وهزي بجذع النخله، يعني لازم تفعل علشان يجي لك الخير والرزق. مفيش مش هينزل عليك كده فجاه وانت قاعد مربع عليك بتعيط كده ونشتكي والنخله تنزل، ما تعرفش النخله كده
نروح نقعد تحت نخله والبلح ربنا يعوض على كل الناس، لكن ربنا قال ان احنا لازم نعمل ونتحمل مسؤوليه افعالنا طبعا علشان ربنا يدينا العوض ويدينا كل الحاجات الحلوه. دكتوره مروه، كل مره والله العظيم انا فعلا ببقى تخيلي الوقت معاكي بيعدي كده، بس احنا لسه ما قلناش حاجه يعني الوقت معاكي بيعدي كده. هي الفكره انه فعلا موضوعاتنا بتبقى موضوعات جميله وبتمس كل البيوت، بتمس كل الناس، اللي هو زي الست الشكايه البكايه النكديه اللي ما اعرفش الدراما كوين. انا بس عايزه اقول حاجه عشان الامهات الاطفال، في امهات بيعززوا دور الضحيه ده عند عنده الاطفال ازاي بقى؟ لو العيل بيجري كده اهو قام خبط في حاجه او وقع على الارض، يا ارض، يا كرسي، انت اللي خبطت دودي ولا بودي ولا ما اعرفش ايه، فانت قلتي له ايه؟ ان انت مالكش دعوه، ده الكرسي هو اللي وحش، الارض هي اللي وحش. ما قلتلوش لا وانت ماشي ليه ما بصتش، انت مش شايف الكرسي محطوط هنا؟ صح. يبقى تاني مره امشي بالراحه علشان ما تخبطش فيه، بص قدامك. يبقى هو اللي اتحمل مسؤوليه الفعل اللي هو عمله. لا دي نقطه على فكره مهمه جدا طيب. واحنا كلنا عملناها وبشوف دلوقتي صحابي برضو بيعملوها طيب. دكتوره مروه بجد بشكرك، احنا مع بعض على طول ان شاء الله. عايزين نختار كده موضوعات قويه برضه ان شاء الله دايما دايما. مشاهدينا اوعوا تروحوا في اي حته، لسه صبرنا ونقول يمكن.